سفر التكوين الأصحاح 39. وأما يوسف فأنزل إلى مصر، واشتراه فوتيفار قصي فرعون رئيس الشرط، رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الرب مع يوسف، فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري. ورأى سيده أن الرب معه، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت: اضطجع معي. فأبى وقال لامرأة سيده: هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارجه. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا، قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج، فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني. وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة: بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، أن غضبه حمي، فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسر الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه. الأصحاح 40. وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنب إلى سيدهما ملك مصر، فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن، المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما، وكانا أياما في الحبس. وحلما كلاهما حلما في ليلة واحدة، كل واحد حلمه، كل واحد بحسب تعبير حلمه. ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن،
فدخل يوسف اليهما في الصباح ونظرهما واذا هما مغتمان، فسأل خصيي فرعون اللذين معه في حبس بيت سيده قائلا: لماذا وجهاكما مكمدان اليوم؟ فقال له: حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لهما يوسف: اليست لله التعابير؟ قص علي. فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له: كنت في حلمي واذا كرمة امامي، وفي الكرمة ثلاثة قضبان، وهي اذ افرخت طلع زهرها وانضجت عناقيدها عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي، فاخذت العنب وعصرته في كأس فرعون واعطيت الكأس في يد فرعون. فقال له يوسف: هذا تعبيره، الثلاثة القضبان هي ثلاثة ايام، في ثلاثة ايام ايضا يرفع فرعون رأسك ويردك الى مقامك، فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الاولى حين كنت ساقيه، وانما اذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع الي احسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لاني قد سرقت من ارض العبرانيين، وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما رأى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال ليوسف: كنت انا ايضا في حلمي واذا ثلاثة سلال حوارة على رأسي، وفي السل الاعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز، والطيور تأكله من السل عن رأسي. فاجاب يوسف وقال: هذا تعبيره، الثلاثة السلال هي ثلاثة ايام، في ثلاثة ايام ايضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة، وتأكل الطيور لحمك عنك. فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون انه صنع وليمة لجميع عبيده، ورفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين عبيده، ورد رئيس السقاة الى سقيه فاعطى الكأس في يد فرعون، واما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف، ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. الاصحاح 41. وحدث من بعد سنتين من الزمان ان فرعون رأى حلما، واذا هو واقف عند النهر، وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة، ثم هوذا سبع بقرات اخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الاولى على شاطئ النهر، فاكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون. ثم نام فحلم ثانية، وهوذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة، ثم هوذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمين الممتلئة، واستيقظ فرعون واذا هو حلم. وكان في الصباح ان نفسه انزعجت، فارسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا: انا اتذكر اليوم خطاياي، فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط انا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة انا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا،
عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث. ردني انا الى مقامي، واما هو فعلقه. فارسل فرعون ودعا يوسف، فاسرعوا به من السجن، فحلق وابدل ثيابه ودخل على فرعون. فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وانا سمعت عنك قولا انك تسمع احلاما لتعبرها. فاجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي. الله يجيب بسلامة فرعون. سفر المزامير، المزمور 17. اسمع يا رب للحق، انصت الى صراخي، اصغي الى صلاتي من شفتيني بلا غش. من قدامك يخرج قضائي، عيناك تنظران المستقيمات. جربت قلبي، تعهدته ليلا، محصتني، لا تجد في ذموما، لا يتعدى فمي. من جهة أعمال الناس فبكلام شفتيك أنا تحفظت من طرق المعتنف. تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت قدماي. أنا دعوتك لأنك تستجيب لي يا الله، أمل أذنيك إلي، اسمع كلامي، ميز مراحمك يا مخلص المتكلين عليك، بيمينك من المقاومين. احفظني مثل حدقة العين، بظل جناحيك استرني من وجه الأشرار الذين يخربونني، أعدائي بالنفس الذين يكتنفونني. قلبهم السمين قد أغلقوا، بأفواههم قد تكلموا بالكبرياء. في خطواتنا الآن قد أحاطوا بنا، نصبوا أعينهم ليزلقونا إلى الأرض. مثله مثل الأسد القرم إلى الافتراس، وكالشبل الكامن في عريسه. قم يا رب، تقدمه، اسرعه، نج نفسي من الشرير بسيفك. من الناس بيدك يا رب، من أهل الدنيا نصيبهم في حياتهم، بذخائرك تملأ بطونهم. يشبعون أولادا ويتركون فضالتهم لأطفالهم. أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. سفر الأمثال، الأصحاح 3. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا. إنجيل متى، الأصحاح 12. وفيما هو يكلم الجموع، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه. فقال له واحد: هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. الأصحاح 13. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى إنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ. فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، فجاءت الطيور وأكلته.
وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جث. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذا أكلمهم بأمثال، لأنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وآذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، ويرجعوا فأشفيهم. ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. فإن الحق أقول لكم، إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم مثل الزارع، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم، فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. هذا هو المزروع على الطريق، والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثره. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة، وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر، فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30.